هما ثلاث حاجات في الكرة الأرضية دلوقتي 23/9/2011 الناس كلها في الكرة الأرضية قلقانة منها. أورانوس اللي هو بيقرب من الأرض وبيقول لك إنك أنت احتمال يبقى في نهاية العالم يوم 26، يعني كمان 3 أيام، الله أعلم، طبعا ربنا هو الأعلم. وطب موضوع فلسطين طبعا والأمم المتحدة ودولة فلسطين. الموضوع الثالث أنا مش عارفه، بس هو في ثلاث مواضيع هم الكرة الأرضية كلها عمالة، وطبعا الاقتصاد، اقتصاد اللي في الكرة الأرضية واضح إن هو أوروبا عمالة فيها ديون ومشاكل كتير قوي. احنا النهاردة في الفقرة دي عندنا اختراعات لطيفة وعندنا علماء هيكلمونا عن ثلاث مواضيع بنتكلم فيهم. القمر الصناعي اللي غالبا هيقع على الكرة الأرضية ووزنه تقريبا أنا قريت في الجرايد 6 طن، ربنا يستر هيقع على فين أو على مين. وموضوع كوكب أورانوس اللي هيقرب من الأرض ويحصل هزة أرضية مش طبيعية. الموضوع الثالث وهو أن القطب الشمالي أو البلاد اللي في الشمال في الكرة الأرضية بداية موسم الخريف، والقطب الجنوبي موسم أو الجزء الجنوبي في الكرة الأرضية في بداية موسم الربيع، وبيسمى الموسم ده الاعتدال الخريفي. معايا اتنين علماء مهمين جدا، واحد هو الدكتور علاء إبراهيم أستاذ علوم الفضاء بالجامعة الأمريكية وباحث سابق في ناسا أو وكالة ناسا، والدكتور محمد شكر العالم المصري الكندي وأستاذ الاستشعار عن بعد بوزارة البيئة الكندية. صباح الخير يا فندم. صباح النور. وليه الشرف ان انا قاعد معاكم. شرف لي. شكرا. ويا رب بس ما ببقاش جاهل قوي يعني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. تحبوا نبتدي بانهي موضوع فيهم؟ نبتدي باللي هيحصل كمان ساعه ونص، اللي هو البدايه الفلكيه لفصل الخريف. تمام. 11 و4 دقائق بتوقيت مصر، دي بداية فصل الخريف عندما تتعامد مدار الشمس أو أشعة الشمس على مدار الأرض، وإحنا عندنا يعني نموذج للمجموعة الشمسية اللي إحنا حلو الاختراع اللي أنت جايبه لنا معانا ده. تمام. فده في الحقيقة يعني دي فرصة إننا نوصل لطلبة المدارس والجامعات العلوم اللي هم بيقروها في الكتب بيشوفوها مشاهدة عملية. أيوة. وهيبقى في نشاط في الجامعة الأمريكية في التحرير كمان ساعة ونص تحديدا لرؤية يعني قدوم فصل الخريف. حساب يعني ظل الشمس عند هذه اللحظة بيبقى مفروض صفر. حساب قطر الشمس وسماع صوت الشمس كما يعني قيسة سماع صوت الشمس بأقمار صناعية لوكالة ناسا. لها يعني صوت فعلا، طبعا بيبقى فيه اضطرابات على سطح الشمس، فدي محاكاة لسطح الشمس. تمام. وده شيء مهم، فصل الخريف في النصف الشمالي للأرض، فصل الربيع في النصف الجنوبي. اليوم الوحيد في السنة اللي طول النهار زي طول الليل 12 ساعة، اليوم الوحيد في السنة اللي بتشرق الشمس من تمام جهة الشرق وتغرب من تمام جهة الغرب. دكتور محمد، واضح ان انا هطلع في الفقرة دي يعني قاعد مع اتنين علماء. طيب ايه فعلا حضرتك الدكتور بيقول لي ان هو في احداث هتحصل في الجامعه الامريكيه النهارده، ادينا فرصه ادينا فكره عن انتوا هتعملوا ايه بالظبط في الجامعه الامريكيه النهارده اللي هو كمان ساعه دي. انا هكلمك على موضوع يعني اهميه الاقمار الصناعيه عموما، والجامعه الامريكيه هي شريك في المساله ديت. الكواكب اللي احنا شايفينها ديت كواكب طبيعيه وبتدور حولها اقمار طبيعيه. لكن في أقمار صناعية الإنسان بيصنعها وبتلف حوالي الأرض، والأرض بتلف تحت القمر، فدايما القمر الصناعي بيبقى شايف منطقة مختلفة من الأرض في كل دورة له. عظيم. ودي لها أهمية كبيرة لأنها بتجمع معلومات عن الأرض وعن الغلاف الجوي للأرض. ففي الجامعة الأمريكية في اهتمام ببيانات الأقمار الصناعية، لأن هي بنحولها لمعلومات عن المية والصحراء والزراعة والجيولوجيا وما إلى ذلك. فدي يعني ناحية تعليمية للمجتمع كله، وطبعا الجامعة الأمريكية هي لها برضو دور ريادي في المسألة ديت، لكن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية المصرية بتستفيد من بيانات الأقمار الصناعية، وإحنا عايزين ننشر يعني ثقافة عن علوم الأرض باستخدام البيانات اللي جاية من الأقمار الصناعية. طيب هل ممكن أوضح اللي هيحصل النهاردة اللي هو كمان ساعة على حضرتك الجهاز اللي حضرتك جايبه هنا ده؟ قوي قوي. احنا طبعا زي ما كلنا عارفين
الأرض بتدور حول الشمس بمحور مائل ب 23.5 درجة. تمام. كمان ساعة ونص مواجهة الأرض هتبقى عمودية على أشعة الشمس. طب ممكن بعد إذنك هو فين الأرض هنا في الأرض هي دي؟ الكوكب ده تمام. أيوة. وده الشمس. أيوة. عندنا 7 كواكب أخرى. فدي في الحقيقة هي بداية فصل الخريف وبداية فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي. فدي فرصة إننا يعني بنتحقق من هذا التنبؤ ده. خليني أقول إن ده تنبؤ علم الفلك وده شيء مهم قوي. إننا وصلنا إلى مرحلة بنقدر يعني يتنبأ الإنسان بوضع القمر، بوضع الشمس، حدوث الخسوف والكسوف، والتنبؤ ببداية فصول العام. ويمكن تحقيق ده على أرض الواقع زي ما احنا هنعمل كمان ساعة ونص إن شاء الله. وده حدث مفتوح للجميع، المشاهدين اللي شايفيننا الآن ويقدروا ييجوا، بتيجي الأسرة كاملة، في أطفال في كبار، وإحنا معنا مجموعة فيديوز ومجموعة صور. ده يا ريت نعرضها. إحنا كل الإيفنتات مفتوحة. ده يعني برنامج التوعية العلمية فور فري، ما فيش أي رسوم ليه. وإحنا الحمد لله بقى في قاعدة، بقى في زي ما في الناس دلوقتي بتروح السينما، بتروح ماتش. بقى في وعي عند الأسرة المصرية إن هم بيروحوا يعني حدث أو نشاط علمي عشان تنمية الثقافة العلمية للمجتمع وللشباب والأطفال، اللي دي ليها دور مهم جدا في تنمية مصر. طيب قبل ما نتنقل بقى للموضوع التاني، دكتور محمد، حضرتك أستاذ الاستشعار عن بعد بوزارة البيئة الكندية. حضرتك أوريدي عايش في كندا. أنا عايش في كندا، أنا في زيارة للقاهرة. بقالك كم سنة حضرتك؟ بقالي 31 سنة في كندا. تمام. وعارف حضرتك البحث العلمي اللي عندنا في هذا المجال في مصر. عندك فكرة طبعا عنه. لان انا مرتبط بمصر وبالبحث العلمي في المجال ده في مصر. وانا عزيز. برضو في الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد. ممكن استاذنك سؤال بسيط، ايه الفرق ما بين الناس اللي في كندا والناس اللي في مصر في هذا المجال؟ لا، هم كلهم علماء وباحثين، واللي بيشتغلوا في تطبيقات مختلفه. يمكن طبعا في كندا والبلاد ديت في امكانيات اكتر وفي تقدم، لان التكنولوجي بيبقى طالع من هناك. هنا هوت في مصر بنحاول ناخد التكنولوجيا ديت ونستخدمها، نوظفها في تطبيقات بتخدم أغراض التنمية في مصر. يعني الفرق ممكن تقول إن هناك بيبتكروا، بيخترعوا التكنولوجي، وفي مصر وفي الدول النامية بياخدوا التكنولوجي ويستخدموها في تطبيقات مختلفة بتخدم المجتمع وتخدم التنمية. إيه آخر التطبيقات العالمية اللي وصلت لها كندا واستخدمت في كندا وفي العالم الثالث؟ احنا في كندا اصل الاقمار الصناعيه ديت انواع كتيره، ومعي المستشعرات اللي عليها برضو انواع كتيره. فاحنا في كندا عندنا قمر صناعي بيحمل مستشعر بنسميه راداري. فالميزه بتاعه المستشعر الراداري دوت انه بيخترق، يعني لما بيرسل الاشعه الراداريه بتخترق الارض لمسافات نسبيا بعيده. ففي المناطق الصحراويه بتبقى المستشعرات الراداريه ديت مفيده، لان الصحراء بتبقى جافه، فبيقدر الرادار يخترق مسافات بعيده، فبيطلع معلومات عن ما تحت سطح الارض، متر مترين. ففي البيئه الصحراويه المصريه بتبقى المستشعرات ديت مهمه. بنقدر نعرف منها تقريبا يعني المياه الجوفيه موجوده فين، بنقدر نعرف منها ساعات اذا كان في اثار مدفونه تحت الارض برضو تقريبا موجوده فين. بنقدر نعرف منها يعني كتير عن خواص الصحراء، الزراعات الصحراويه المنتشره فدي كلها معلومات مهمه. في بنعرف منها الاوديه والانهار الجافه اللي تحت الارض، اللي كانت انهار مليانه زمان وبتغذي مناطق زراعيه وبعدين جفت خلاص، بتبقى باينه في صور الاقمار الصناعيه الراداريه. فبين كندا وبين مصر في تعاون في هذا المجال بالتحديد يعني. عظيم. هل فعلا عارف حضرتك ممر التنميه اللي كان بنتكلم عنه، انه احنا عايزين نعمل طريق ونعمل، هل وصلوا الكنديين في الاجهزه بتاعتهم دي ان هم فعلا في ميه، فعلا في اثار عندنا في الحته الشمال دي؟ على الشمال دي هم مش الكنديين اللي بيوصلوا. هم المصريين اللي بيوصلوا. عظيم. لان كندا هي اللي عندها الساتلايت وعندها التكنولوجي. وبعد كده المصريين بياخدوا ويطبقوا ويشوفوا ويحددوا. فده شغل المصريين. فطبعا يعني عندك فكرة عن هذا الموضوع، وصلوا في ايه في الاخر؟ لا الحقيقة ما عنديش فكرة، بس اللي انا عندي فكرة عنه ان في حاليا دلوقتي يعني شغل بالناس بتحدد هل ممر التنمية ده هيكون مفيد من ناحية او حتى عملي او ممكن. ممكن يعني حدوثه. ففي فريق بحثي بقيادة الدكتور فاروق الباز، انا ما عنديش فكرة عن الموضوع دوت، هناك بيدرس، لكن القمر الصناعي الكندي دوت ممكن يخدم ويفيد كتير قوي، نطلع معلومات. عظيم.